زيادة للكتلة النقدية تؤدي إلى تضخم، طالما هذه الزيادة في حدود النسبة اللي تعرفنا عليها. إذا تجاوزتها أيوة تحدث حكاية الرب رب دي، ما في الاقتصاد ما فيه رب رب. إذا تجاوزت النسبة دي المدروسة ومحسوبة لازم تعمل لك تضخم. فطيب واحد يسأل ليه تضخم في السودان؟ جمي وين؟ دي حاجة تانية، ده جاي من الإنفاق الحكومي المترهل، واللي بيمشي في إنفاق جاري لا يضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي لا سلع ولا خدمات. ينفق على السياسة والنظام السياسي والسياسيين وإلى آخره، ده إنفاق غير منتج، ده سبب التضخم. لذا ظللت أناشد المسؤولين من سنوات بأنه خفضوا الإنفاق الحكومي، ودي المفروض تكون من أول خطوات الحكومة الجديدة. نبدأ بفتح الآن المجال للأسئلة، ونبدأ بالدكتور محمد الناير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. تحية للأخ عبد الله المهتدي نائب رئيس مجلس الإدارة، تحية للأخ صلاح محمد عبد الرحيم المدير العام لمصرف البلد في اسمه الجديد، تحية لكل الحضور من الإخوة رؤساء تحرير الصحف والخبراء الاقتصاديين والزملاء في المجال الإعلامي وكل الحضور. تحية الأخي علاء عبد اللطيف على يميني، ونتمنى له التوفيق في موقعه الجديد في منصبه القيادي بالبنك. وحقيقة في عجالة سريعة جدا متحدث عن زيادة الأصمال البنك، ولعل الأخ المدير العام تحدث عن من 250 ل 500، أنا فهمت أنه 500 مدفوع ومليار معناه مصرح به. نتمنى إن شاء الله أن يصل البنك المصرح به يكون مدفوع، و يتم الإعلان عن رقم آخر مصرح به لما يشهد الاقتصاد السوداني من تراجع كبير جدا في المنشآت الاقتصادية. لكن احنا بجهة برضو رفع رأس مال البنوك قضية مهمة، ودي افتكر خطوة إيجابية بمقابلة إذا حدث تحسن في قيمة العملة الوطنية، وهذا متوقع بعد التغيرات الكبيرة، ونهنئ كل أفراد الشعب السوداني بالاتفاق الذي حدث، وسيكون له ما بعد إن شاء الله من مؤشرات إيجابية. بالتأكيد بيكون حدث تطور كبير جدا في الجانبين، في زيادة رأس المال من جهة، وفي زيادة القوة الخاصة بالجنيه السوداني حينما نقيم الأمر بالعملة الأجنبية. بالتأكيد هذا التغيير تدشين اسم جديد وشعار جديد بيحتاج حملة إعلامية مكثفة، لأنك إذا أردت أن تلغي الاسم القديم تحتاج إلى عمل إعلامي كبير ومستمر، وليس عمل فقط بحملة تتوقف، مستمر حتى يرسخ المفهوم الجديد في أذهان الناس وينتهي القديم تماما. الإضافة الأخرى تغير في الشكل وبالنسبة للرئاسة والفروع، طبعا ده قضية مهمة جدا، إنه شخص عندما يذهب إلى المصرف يجد الشكل الجديد. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الأمر قد تم ترتيبه حتى يعني العملاء طوال يتعودوا على الشكل الجديد. التحديات اللي بتواجه البلد تكري ما بتواجه مصرف البلد، تواجه كل المصارف السودانية، ولكن نحسب أيضا أن هناك تجاوب من المجتمع الإقليمي والعالمي بعد التطور الذي حدث في التوافق الذي شهدناه يوم أمس، وأنا أفتكر دي نقطة إيجابية للقطاع المصرفي في السودان بصورة كبيرة. أختم حديثي بأنه من المعلوم أنه المصارف تسهم بصورة كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير تمويل للمشروعات البنى التحتية بصورة كبيرة ومساندتها للدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي نفس الوقت المصارف تستفيد من الاستقرار الاقتصادي كمناخ يجعل المصارف تعمل في بيئة مستقرة. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. التحية لقيادة مصرف البلد وللدكتور عبد الله الرمادي الذي يدير هذا المنتدى. أبدأ وأقول أنه لعله من حسن الفأل، ربما هي تراتب قدر، أن يتزامن هذا التدشين مع التوصل إلى اتفاق، وأن يبتدر أهل السودان مرحلتهم الجديدة بعمل اقتصادي. ربما هذه أول محاولة تلامس
مصاعبنا الاقتصادية. نهنئكم بهذا التوفيق الرباني، ربما بتدبير الذين أشرفوا وربما بتدبير المقادير. على كل في الحالتين أنتم موفقون بإذن الله. هذه واحدة. استمعت إلى المدير العام تحدث عن أنهم ربما هناك أشخاص واكبوا المسيرة الماضية، ربما كانوا محددين في نشاط ومصرف البنك. من هنا ربما كان السؤال، هل الذي يقدم عليه مصرف الشمال وتحوله إلى مصرف البلد، هل هو تيسير أم استئناف مسيرة؟ ربما هذا هو سؤال مهم جدا نريد أن نقف عليه. كذلك كان السؤال عن إنكم انتقلتم من مصرف الشمال إلى مصرف البلد، هل كان الاسم الجغرافي واحد من محددات الانتشار؟ هل لمستم هذا فعلا؟ ثم لعله في هذه السانحة نسأل، في الفترة ربما سادت هذه المصارف الجغرافية بنك القرب وبنك الشرق ومصرف الشمال، لكن ربما على أرض الواقع لم نلمس لهذه المصارف من أثر على مناطقها الجغرافية. ما الذي حد من هذا؟ ثم هل تغيير الاسم فحسب يمكن أن يمثل نقلة جديدة؟ نسأل، واحدة من الإشكالات، أنتم الآن تتوجهون هذا التوجه، ولعل أكبر قطاع أصابته أزمة هو القطاع المصرفي، ربما كانت واحدة من أسباب انفجار هذه الثورة واندلاعها، وواحدة من الأسباب القوية التي قادت إلى هذا التغيير معاناة الناس مع قطاع المصارف. هل هذه واحدة من الأشياء التي وقفتم عندها وأدركتم معالجاتها؟ شكرا لكم. عبد الرحمن الأمين. نعم. اشتياق عبد الله، صحيفة مصادر. البنوك الآن عبارة عن مباني فقط، يعني والبلد فيها أزمة مالية طاحنة والجميع يعلم هذا. خطة بنك مصرف البلد الحقيقية شنو لتجاوز الأزمات والتحديات الحالية وكسب ثقة المواطن؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. غالب شراوي تلفزيون السودان. أنا حقيقة يعني ما زول اقتصادي، لكن مجرد ما بدأ سؤال أخونا الدكتور الناير، زي ما قال مدير الجلسة، قال نبدأ بدكتور الناير، أنت ما بديت قفلته لأنك بديت بخبير، لكن داير أجاوب على ربما التي قالها أخونا الصحفي عبد الرحمن. ما بين الشعار والاسم اللي احنا بندشنه اليوم، في سر الباء وهو في كلام التصوف يعلمونه اهل العلم، ليس هنالك سر اكبر من سر الباء، وليس هنالك سر في سر الباء الا كانت النقطة التي يبدأ بها كل شيء، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وهو سر النجاة في الكون. كونه يرتبط الزمان والمكان، المكان البلد والزمان في هذه الاجواء، ليس سرا كذلك، ولا ليس إجابة لربما الذي طرحها أخونا عبد الرحمن، لكن الكون كله يدار ما بين ظرفي الزمان وظرف المكان، كل إدارة الكون من الله سبحانه وتعالى. سؤالي الدائر أقوله، هل هذه المتغيرات التي ذكرت كما قال أخونا عبد الله في حديثه في البداية، هي ما صدفة صادفت هذا اليوم؟ لكن سؤالي الأساسي، ما هي المتغيرات للبنك خلال المدة التي سبقت بالاسم الزمان؟ الحاجة الثانية، كيف تتم توزيع الخارطة الخاصة بالتمويل مع اختلاف الأنشطة في كل ولاية وكل مدينة من مدن السودان؟ وهذا ما يؤرق كل الزراع والتجار والمتعاملين مع البنك، وشكرا جزيلا. بسم الله، الحمد لله. طارق شريف، مجلة حواس الاقتصادية. في البدء نجزي التهاني لأسرة مصرف البلد يعني بهذا التدشين الجديد، نأمل أنه يكون فاتحة خير لهذا المصرف العريق.
الحقيقة هي تغيير الاسم ليس بدعة في المصارف السودانية في تاريخ الطويل، في عدة تغيير في الأسماء كانت حاضرة يعني ونجحت يعني ده لحسن الحظ. سؤالي هو عن النقلة التقنية الحتم في البنك، وأنا علمت أنه في مجموعة من الخبراء أشرفوا على برنامج في التقنية الجديدة للبنك، يعني يا ريت السيد المدير العام يحدثنا عن هذه النقلة الجديدة التي تتم والخبراء اللي أشرفوا عليها وكذا. شكرا جزيلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد القادر مستشار التحرير صحيفة اليوم التالي. حقيقة أنا بالنسبة لي لم يكن مقنعا يعني أنه أن يكون مثل هذا الانتقال الكبير مجرد إحساس بأهمية الانتقال للفضاء القومي مع محدودية الدور الذي كان يلعبه البنك في الفترة الماضية. وأنا أقول هذا الكلام وفي البال التحديات الكبيرة جدا التي يمكن تضرب الآن قطاع المصارف والبنوك بشكل عام. ولذلك يمكن أن أسأل يعني بشكل مباشر أنه في ظل هذه التحديات الاقتصادية يعني كيف أعد البنك نفسه لتقديم أو كيف أعد البنك لتقديم نفسه إلى الجمهور؟ يعني ما الذي يملكه مصرف البلد ولا تملكه المصارف الأخرى حتى يعني تخول له مثل هذا الانتقال الكبير؟ الأمر الآخر، خروج البنك من محدودية المهمة في الشمال إلى كل السودان برضو بيستدعي تطمين عملائه بأن هذا التوسع لن يكون على حساب مركزه المالي ولا خططه التي يمكن خاطب بها عدد من العملاء في الفترة الماضية. يعني حبذا برضو لو اطلعنا أكثر على التجهيزات الفنية والمالية وحجمها وقيمتها التي تهيئ البنك للانتقال يعني من فضاء الشمال إلى كل السودان. برضو يعني قبل الانتقال إلى هذه المهمة الكبيرة كنا وددنا يعني لو أطلعنا البنك يعني على أدائه في الفترة الماضية، يعني ماذا فعل البنك في الشمال حتى ينتقل إلى أن يكون مصرفا قوميا لكل السودان؟ في النهاية أنا وددت برضو لو عرفت يعني معلومة عن المساهمين في البنك وهم يعني ينتقلون من المظلة المحدودة إلى الفضاء القومي. شكرا جزيلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. بعد تحية لأسرة مصرف البلد رسمي فتح الرحمن علي وفي بنك الاستثمار. الحقيقة هم عرفت ان هم دعوتين وانا جاي مع دعوة المصرفيين، فلما لقيت الاعلاميين هنا قعدت تمام يعني حبيبين للنفس. حقيقة الان واحنا في تدشين لاسم جديد من مصرف الشمال الاسلامي الى مصرف البلد، هو مش تغيير في الاسم، هو ده تغيير في البراند، وده بسبوه في علم الشركات براندينج. والبراندينج هو فقط مش تغيير في الاسم بس وفي الشعار، وانما في كل الهيكل والهياكل بتاعت البنك، سواء كان خاصه بالمنتجات، الهياكل الاداريه، الهياكل الرقابيه، التصاميم، المستندات، الفاوجرز، الكريدت، الاي تي امز اللي بيشتغل عليها البنك، كل الالوان، حتى زي يعني موضوع البراندينج ده صراحه موضوع كبير جدا، وفيه هو صرف كبير بما فيه حتى الجانب الاعلامي اللي اشار له اخونا الناير. فكنت انا اعرف تصور البنك في كيفيه تغطيه هذه المصروفات، يعني هل هي خلال استراتيجيه البنك 2020 وبالضروره دي تكون مصروفات راس ماليه عشان ما تاثر على ربحيه البنك. شكرا جزيلا. طيب اخر سؤال تفضل، لانه باقي لنا دقائق بسيطه عشان نرد على الاسئله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بكري خليفة صحفي. المدير العام ذكر انه يعني الاتجاه يكون برضو في الفترة الجاية للعالمية، انا عايز شيء من التفصيل في العالمية، يعني هل هيفتحوا افرع خارجية للاستثمار في الصادر وكذا؟ السؤال الثاني انه يعني معروف انه بنك الشمال هو احد استثمارات الحركة الاسلامية، انا عايز اعرف عن العلاقة الجاية بين يعني البنك والحركة الاسلامية حتكون كيف؟ شكرا.
طيب أولا نرحب بالأخ الدكتور صابر محمد حسن المحافظ الأسبق لبنك السودان المركزي، ونرحب أيضا بالأخ عباس عبد الله عباس رئيس اتحاد المصارف السوداني. أنا حقيقة على عجالة كده حأعرض على الأسئلة، وأتمنى أن أكون أوفيت لهم أو غطيت يعني. بدءا فيما يتعلق بزيارة رأس المال، زي ما أنا تفضلت أنه من خلال الاستراتيجية للخمسة أعوام 2018-2022 تم رفع رأس المال المصرح به إلى 1 مليار، ومن خلال الاستراتيجية للخمس سنوات كل سنة عندنا نسبة معينة. 2019 وصلت 500 مليون جنيه، الآن تقريبا في إجراءات النهائية لها، تم الاكتتاب وتم الفوز في إجراءات موافقة البنك المركزي على استكمال الموافقة النهائية على 500. ويمكن ده بيزيد من قدرة البنك. يمكن هذه الإجابة ممكن تغطي على بعض الأسئلة اللي وردت، ما هو قدرة البنك المالية على تغطية بعض المصروفات المتعلقة بالريبراندينج، وهي واحدة من المصادر الرئيسية أنها تعتبر مصروفات رأس مالية، حتى أنك تغير من البنك، متغير من شكله، تغير من طريقة عمله، المنهجية بتاعت العمل، الأدوات التقنية اللي انت بتستخدمها، كلها بتأتي في هذا الإطار يعني. أيضا التوسع في الفروع هو واحد من الموارد الأساسية اللي انت يعني، التوسع في الفروع هي واحدة من المصروفات، ولكن أيضا تمثل لنا واحدة من الموارد، لأنه انت مجرد ما تفتتح فروع في عدد من المدن والأقاليم بمعناه انت زدت قدرتك في الموارد، معناه انت قدرت تؤكد عليه انك انت تقدر تغطي كافة مصروفاتك يعني. بالتأكيد الأخ عبد الرحمن، مسيرة إن شاء الله مصرف البلد هو امتداد لمسيرة بنك الشمال الإسلامي الذي تأسس في العام 1990. نحن يعني حنقوم على هذا الموروث والكم الهائل من الخبرة المصرفية، من السمعة الكبيرة اللي أوجد بنك الشمال الإسلامي، نحن حنكون هذا الموروث كله حيكون امتداد طبيعي ورصيد نحن نحتز به ونفتخر به. ويأتي مصرف البلد واحدة من مدلولاته هذا الاسم الكبير، ونحن ليس خصما على بنك الشمال الإسلامي، وإنما هي مسيرة متواصلة من العطاء، من التميز، من التفرد، من الخبرة المصرفية، من السمعة، من الريادة في مجال معين. الاسم الجغرافي صحيح، أنت إذا عايز تنتشر أحيانا في بعض الولايات، أعتقد أنه الاسم هو واحدة كان من المعوقات والتحديات اللي كانت ممكن تكون هي من أسباب تواجدنا في بعض الولايات، ولكن لأنه الاسم عنده خصوصية معينة، وما كل الأفراد المتعاملين مع البنوك قد يستوعبوا هذه المحدودية، وإنما يكون في ولاء وتعاطف داخلي إنساني، كل إنسان بيميل لمنطقته وليس عيبا في ذلك، ولكن أن تخاطب جميع المتعاملين أفضل مما أنك تخاطبهم بلغة جهوية معينة. صحيح الجهاد المصرفي في فترة من الفترات هو تحمل العبء الكبير من خلال الأزمات الاقتصادية السابقة، وليس هو من مسبباتها، ولكن هو واحد من الجهات التي تحملت هذه المسؤولية وتحملوا العبء الأكبر. ولكن الجهاد المصرفي في السودان كلنا يعلم ما هو الدور الكبير اللي قام به الجهاد المصرفي في فترة طويلة من وجود الحصار الاقتصادي. كانت المصارف لها دور كبير جدا في إنها هي بمجهودات كبيرة جدا من القطاع المصرفي إنهم يتجاوزوا كثير من العقبات في التعامل الخارجي، ولها الفضل في إنها هي كل التنمية الآن الموجودة داخل
السودان. افتكر انه القطاع المصرفي هو الذي لعب دورا كبيرا، ولا احد يعني يستطيع ان يتجاوز الجهاز المصرفي في التنمية اللي حدثت في السودان يعني. ويمكن الارقام اللي ابرزها قبل كده اتحاد المصارف السوداني من خلال الاصدارات اللي بيصدرها توضح بوضوح ما هو دور الجهاز المصرفي السوداني. بالتأكيد الأخذ اشتياق البنوك ما هي عبارة عن مباني، وإنما كل عمليات التجارة التي تتم داخل السودان بتتم عبر الجهاز المصرفي. كل عمليات استيراد اللي بتتم من خارج السودان لداخل السودان، سواء كانت في المجال الطبي، الأدوية، في مجال الزراعة، الأدوات الزراعية، في كلها بتتم عبر البنوك. وكل صادر البلد الآن البيتين بيتم عبر الجهاز المصرفي، يعني ليست هي النقد والتعامل في النقد ما هو إلا وسيلة محدودة جدا في تعامل الجهاز المصرفي، وليس كل الجهاز المصرفي يعني. افتكر إنها هي نقطة محدودة جدا مقابل الدور الكبير اللي بيقوم به الجهاز المصرفي يعني. بالتأكيد سواء كان في السابق بنك الشمال الإسلامي أو مصرف البلد إن شاء الله في من الآن ولقدام، خارطة التمويل بتاعه حتغطي كافة مناطق السودان. أينما يتواجد فرع لمصرف البلد سيتواجد التمويل، سواء كان تمويل مشروعات داخل هذه المدن أو مشروعات قومية. ويمكن بنك الشمال الإسلامي له دور كبير جدا في عدد كبير من المشروعات حتى في أماكن لا يتواجد فيها بنك الشمال يعني. وعلى سبيل المثال تمويل طرق طريق المتمة أم الطيور، وطريق القطاع الشرقي لكادوغلي تم بتمويل من بنك الشمال. وهذه المناطق ليس لبنك الشمال أي فروع فيها، وإنما دورنا هو دور قومي نتيجة لأنه ملاك البنك هم ملاك قوميين ما منحصرين في منطقة واحدة يعني. صحيح التحديات الاقتصادية الأخ محمد عبد القادر كبيرة، وهي لا تعني فقط المصارف، وإنما المصارف هم يعتبر الشريان الرئيسي، ولكن التحديات هي تحديات بلد بالكامل. المصارف هو الجهاز المصرفي جزء من هذه المنظومة. بالتأكيد المصارف ستلعب دور كبير جدا في تجاوز كثير من التحديات من خلال خبرات المصرفية، من خلال البرامج التي تقدم المصارف. ولكن يظل هنالك تحدي للمصارف، ولكن في ظني إنه التحدي تحدي كبير جدا في جوانب نرجو أن الجهاز المصرفي يكون يواكب هذه التحديات، وهي التحديات العالمية، أو يستوفي كافة المعايير والمعايير الدولية مثل مكافحة غسيل الأموال وبرامج الفاتكة ومتطلبات بازل 2-3. هذه كلها هي متطلبات لابد منه من المصارف السودانية إن هي تكون قدر هذا التحدي يعني. وحسب علمي انه جميع المصارف الان بدات تشتغل في هذا المجال حتى ان هي تكون مهيئه لمقابله التعامل مع العالم الخارجي من خلال ايجاد بعض الجهات اللي تقوم بتقييم المصارف السودانيه من خلال التصنيف لهذه المصارف من خلال البرامج والتحديات الكبيره. بالتأكيد المهمة ليست سهلة، مهمة كبيرة، ولكن نحسب إنه مصرف البلد قدر هذا التحدي. طالما نحن في مصرف البلد رسمنا لأنفسنا استراتيجية معينة، نعرف ماذا نريد خلال الفترة القادمة، بالتأكيد حنكون قدر هذه المهمة من خلال توسيع المواعين، من خلال زيادة رأس المال، من خلال اكتساب الخبرات وتبادل الخبرات مع بعض البنوك المراسلة التي أسسنا معها علاقات مراسلة.
يمكن آخر سؤال للأخ بكري خليفة. بنك الشمال والآن مصرف البلد هو مملوك لصندوق التأمينات والمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وهي جهات موارد معروف أموالها جاية من وين، هي حسابات التأمينات وحسابات المعاشين في السودان، وهي بالتأكيد هذه جهة قومية ليست لها علاقة مع أي كيان آخر سواء كان كيان سياسي أو كيان حزبي. وشكرا جزيلا. لسبب بسيط، انه السودان والبنك المركزي كل النظام الموجود داخل السودان هو نظام معروف عليه اسلامي، بالتالي وجدت هذه البنوك بنك الشمال الاسلامي قبل ما يكون هنالك كل البنك المركزي يعمل بالنظام المصرفي الاسلامي الموحد. فبالتالي اذا اضفت انت كلمه اسلامي لبنكيك او سحبتها هي واحد، باعتبار انك انت تعمل في منظومة اسلامية متكاملة يرأسها البنك المركزي. شكرا جزيلا. اعتذر انه فاتني ان ارحب بدكتور صابر محمد الحسن والأخ الأستاذ عباس عبد الله عباس رئيس اتحاد المصارف السوداني والعتب على النظر لا أستوضح الوجوه على البعد. مرحب بكم ولو أنها جاءت متأخرة. بهذا القدر نكتفي، ولأنه هناك تكملة لهذا الاحتفال نود أن ننتقل إليها. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. شكرا.